بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا السوداني في كل مكان، وخاصة أولادنا وبناتنا وأهلنا جميعا في داخل السودان، أنا وصلني خبر قبل دقائق بس، وأنا حزين في غاية الحزن. خبر لوفاة واحدة من أهلي، من قرابتي، من أعز العزيزات لي، توفت قبل دقائق ولا قبل يمكن ساعة على الأكثر في مستشفى الخرطوم بكورونا. الموضوع ده يا جماعة خطير غاية الخطورة والله. واختنا دي كانت في أحسن حال وفي حالة صحية طيبة جدا، وبتحوم الخرطوم دي كلها على رجليها وتقضي أغراضها كلها في أحسن حال. دخلت بأعراض بسيطة، أسعد 3 يوم 4 يوم توفت. أرجوكم أرجوكم تاخدوا الموضوع ده بالجد وبالحزم اللي بيتناسب مع الموضوع ده. دي كارثة كارثة، انتوا ما عندكم تصور. يعني أنا ما قادر أفهم ليه لغاية الساعة انت بتركب حافلة فيها 20 و25 نفر، وكلهم ما في واحد خاتي له كمامة. اللي بيركبك معهم شنو؟ ماشي وين انت؟ في شنو الشي المهم قال انت ماشي تقضيه؟ شنو اللي بيخليك تمشي تتسوق؟